كتاب أخصر المختصرات لمحمد ابن بدر الدين البلباني الحنبلي رحمه الله تعالى، كتاب مهم ومتن فقهي نفيس في المذهب الحنبلي، ويوصي به العلماء طلاب العلم المبتدئين في المذهب الحنبلي بدراسة هذا المتن وحفظه، وأيضا دراسته على يد المتخصصين في المذهب الحنبلي. ومن الشروحات المميزة والشروحات التي طبعا شرحت عبارته ووضحت منطوقه وبينت مفهومه، ومع ذكر الدلائل والضوابط والتعليلات، وأيضا الاعتماد على القول المعتمد في المذهب الحنبلي عند المتأخرين، وأيضا ذكر بعض الصور والأمثلة. هذا الكتاب الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، طبعا شرح الدكتور عبد العزيز بن عدنان العيدان والدكتور أنس بن عادل اليتامى، من إصدارات دار ركائز، وهو شرح متوسط بين الإيجاز والإقناع. وقالوا في مقدمته، قالوا استخن الله تعالى بوضع تعليقات عليه تحرر منطوقه وتبين مفهومه وتقيد مطلقه وتشرح عبارته، مع العناية بالتقسيم والتدليل وذكر الضوابط والتعليل. ولم نخرج في ذلك كل يعني معتمد عند المتأخرين من أصحاب، لأن يكون في المسألة قول آخر له حظ من النظر والصواب، مع التنويه غالبا بمن قال به من المحققين أولي النهى والألباب. ثم قالوا فمن قلنا اتفاقا في المعرض به قول الأربع الذين انتشر قولهم الطاب، أي الإمام أبو حنيفة والشافعي، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وإذا قلنا قيل فالمراد به قول في مذهب الحنابلة الأحباب، ولم نذكر الخلاف العالي إلا لسبب من الأسباب، فكان شرحا متوسطا بين الإيجاز والإطناب، وسميناه الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات. طبعا هو كما ذكرت شرح متوسط بين الإيجاز والإطناب، يذكرون طبعا المتن باللون الأحمر والشرح باللون الأسود، فمن أراد الاطلاع عليه فهو يعني فيه فوائد ودرر ونفائس، وأيضا دلائل وتعليلات وصور وتصوير للمسائل وتوضيح لها، فبارك الله فيه.